الله تعالى وبركاته. كنرحب بجميع الامهات وجميع الناس اللي التحقت بنا باش نفرحوا هاد الوليدات باسم جميع الجمعيات المنظمه والمؤطره لهذا الحفل. جمعية صداقة شريفة لممتهني سيارة الأجرة بالدار البيضاء. جمعية الخيمة للثقافة والتراث. جامعة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ بالمغرب. أنا أولياء التلاميذ ولي هذه المنطقة. باسمي فاطمة شريف ممثلة جمعية صداقة شريفة كنرحب بكم كاملين وفرحانة أنكم انضميتوا كلكم معنا. مرحبا بكم عباس رئيس الجامعة الوطنية لجمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب. اليوم حنا كنحتفلوا بهذه الوليدات، بالأمس احتفلنا بالطلبة اللي هما ديال مدرسة العتيق مدرسة الرحمن، اليوم كنفرحوا بهذه الوليدات. الجامعة واخدة على عتيق ديالها من التعليم الأولي إلى التعليم التأهيلي، اليوم كتشوفوا بأن هذا الحضور المكتف ديال الوليدات وديال الأمهات والآباء ديالهم اللي احنا قمنا بهذا الحفل بشراكة مع جمعية الصداقة وجمعية الخيمة اللي هما أصبحنا شركاء في جميع العمل الاجتماعي. اليوم احنا كنفرحوا هذه الوليدات منهم كل واحد والوضعية ديالو، وكنشكر من هذا المنبر مدير ديال دار الشباب ديال حي الصدري على المجهودات اللي قام بها والمساعدة اللي اعطانا. واليوم هنتم كتشوفوا بأن احنا كنشاركوا من الوليدات والبنيات من 3 سنوات اللي هما كيتابعوا التعليم الأولي إلى التعليم الابتدائي. وفي هذه المناسبة كان وجه الشكر لهذه الأمهات وهذه الآباء اللي حضروا معنا وشاركوا معنا في هذا الحفل اللي هو حفل ديني وحفل كان باش يترسخ الأجهان ديال هاد الشباب بأن المغرب راه وطن ديال الجميع، وبأننا كنحتفلوا سواء بالأعياد الدينية أو الأعياد الوطنية. والجامعة واخدة كما كنقول العتيق ديالها سواء في القرى أو في المدن باش يتنظم مثل هاد الحفلات. وشكرا. أنا مؤطرة اجتماعية كنتمي إلى جمعية الصداقة الشريفة لممتهني سيارات الأجرة. كنرحب بجميع الزوار وجميع الوليدات اللي جاو عندنا اليوم مناسبة ليلة القدر، كنحتفلوا وكنحنيو ليهم، لبسناهم لبسات باش نفرحوا بهم باش ما يحسوش بالنقص، يحسوا بأننا تحنا راه معاهم ومنهم وليداتنا منهم وليدات الناس، مكبرين بكل شيء. بغينا نفرحوا وندخلوا الفرح للجميع. جاو معنا بزاف الناس اللي بغيناهم يكونوا معنا، والرئيس ديال الجمعية ديالي هو الشريف العيدي، هو بهذه المناسبة هو الأب ديالي اللي كان كنفتخر به بزاف وتاج فوق راسي. ما كرهتش جميع الآباء يكونوا في حالو، وكنشكر جميع الناس اللي التحقت بينا وفرحانة بزاف أنكم معنا. والله يطول لنا في عمركم. السلام عليكم. الشريف العيدي رئيس جمعية الصداقة الشريفة لممتهني سيارة الأجرة والنقل بالدار البيضاء. أنا جد فخور أنا كنت واجد مع هاد الوليدات ومع جمعية الخيمة للثقافة والتراث والجمعية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء تلاميذ بالمغرب، كيف ما السيد الرئيس ديالها هو حاج عباس معروف اللي كيشتغل مع الوليدات دائما، الرجل صاحب الظل الطويل. كنشكرهم بزاف على هذا العمل، ولو حب هذا يكونوا جميع الجمعيات كيفكروا في هذه الوليدات، لان احنا دورنا كنشتغلوا على قدر الامكان. وشكرا لكم وشكرا على التواصل ديالكم،
وكنشكرك انت على المبادره الطيبه اللي كتقوم بها التغطيه الاعلاميه اللي كتقوم بها مع الوليدات، وكتشجع الجمعيات من اجل باش يلتحقوا حتى هما ويديروا بحال هذا الشكل ويديروا اكثر. ونتمنوا التوفيق للجميع، وشكرا جزيلا، شكرا بزاف بزاف، تحياتي لك وتبارك الله عليك. شكرا.